السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة جدا جدا مميزة ورائعة، وبصراحة تستحق التجربة وأنا كنصحكم بها، واللي هي عبارة عن بغرير، ولكن هذه المرة غادي نقدمه بشكل جديد. يعني غادي يكون بغرير مغربي معمر بالجبن والمكسرات والتمر، يعني كتجي واحد التشكيلة رائعة في الحشوة وكساهل، وإن شاء الله نحاول نقدمه لكم بطريقة جد بسيطة هكا باش تبهري الضيوف والعائلة ديالك. ما نطولش عليكم الان، نمروا نتعرفوا على المكونات. اول شيء غادي نتعرفوا على المكونات اللي غادي نستعملوا البغرير. هنايا عندي هنا واحد الكاس تقريبا قياس ديال كاس العنبه او اي كاس متوسط عندكم في البيت هو اللي غادي ناخذوا به العبارات. عندي هنا النصف ديالو من الدقيق الابيض او دقيق الفرص، ونفس الكاس خديت منه كاسين يعني مملوئين من السميده يعني الرقيقه الخاصه بالحلويات والحرشه. خديت منها كما ذكرت كاسين، يعني نصف كاس دقيق وكاسين مملوئين من سميدة رقيقة. عندي هنا ملعقتين صغيرتين أو ملعقة كبيرة من بيكنج باودر أو خميرة الحلويات ما يعادل كيسين، ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وغادي نحتاجو إلى 3 كؤوس من الماء. كما كتشوفوا في خلاط كهربائي قمت بوضع 3 كؤوس من الماء، يعني ماء عادي ماشي ساخن. بعد ذلك نضيف ليه نصف كأس من الدقيق، كأسين من السميدة الرقيقة، وأنا دائما كنفضل أنني نوضع الماء هو الأول في الخلاط. عاد كنضيف المكونات الجافة، وآخر شيء هي أنواع الخميرة والملح. فدابا ما بقى لي إلا نمر أن نقوم بخلط الكل جيدا تقريبا لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى كينسجموا جميع العناصر مع بعض. الان كناخذ واحد الطبق يعني كيكون عريض، وكنقوم بتفريغ هذا الخليط فيه. كما كتشوفوا كيكون خليط يعني ثقيل قليلا. كناخذ واحد المنديل وغادي نغطي عليه ونخليه يرتاح لمده 20 دقيقه حتى كيولي السطح ديالو كله ثقوب رقيقه. هاد الاثناء غادي هنايا بعد ما كنتركو يعني حتى كيرتاح لمده 20 دقيقه، كناخذ واحد المقلاه كنحاول انني نقوم بتسخينها جيدا. بعد ذلك ملي كنبدا عمليه الطهي كنردها على نار اللي كتكون مهيله، وكنبدا هكا كنفرغ، يعني كنهز عندي المقلاه كنفرغ فيها الخليط. وبطبيعه الحال شوفوا نتوما الحجم ديال البغرير اللي بغيتو تعملو، فانا كنفضل انه يكون صغير الحجم، لكن ما كتشوفوا كيجي رائع ومثقب. يعني هاد تبعوا فقط المكونات والطريقه، ان شاء الله تنتوما غادي ينجح معكم الا كان ما كينجحش معكم. والان بعد ما انتهيت من عمليه الطهي غطيت وتركته جانبا، وغادي نمروا نتعرفوا على الحشوه. طريقه الحل الحشوه كتبقى حسب الذوق. مثلا انا هنا استعملت الجوز او الكركاه. كذلك غادي نحتاج الى كميه من اللوز اللي كنمسحوه قليلا بالمنديل، وعندي كذلك بعض حبات من التمر اللي مغسول جيدا ومنزوع النواه. يمكن لكم نتوما تستعملوا لاكاجو، البندق، الكاوكاو، يعني اي نوع من المكسرات، المشمش المجفف، الشريحه اللي بغيتو. وعندي هنا 100 غرام من الجبنه الكريميه. انا هنا استعملت فيلادلفيا، يمكن لكم تستعملوا كيري، يمكن لكم تستعملوا جبلي او الجبن العادي. كذلك غادي نحتاجوا الى ملعقه كبيره من ماء الزهر، وملعقه كبيره من العسل، يمكن لكم تعوضوه بالسكر الى حبيتو. فهذه كل المكونات. اول شيء غادي ناخذ حبات تمر، نقوم هكا بتقطيعهم الى مربعات جد صغيره. بطبيعه الحال يمكن لكم كما ذكرت تعوضوا بالشريحه بالمشماش اللي بغيتوا. بعد ما انتهيت انا هنايا الكركاع غادي نحاول انني هكا نقوم فرمه فقط بالسكين، يمكن لكم نتوما تطحنوه الى بغيتوا. كذلك الا بغيتو تعوضو بلاكاجو او البندق كذلك غادي يجي لذيذ. وهنايا هي مكوناتي كلها صبحت جاهزه. بالنسبه للوز انايا فضلت انني نقوم بطحنه. كناخذو الان هنا صحن الاشتغال، كنوضع الجبن اولا، كنحاول ناخذ واحد الشوكه كنبدا نضغط عليه هكا، بعدها كنضيف ليه ماء الزهر، بعد ما كنشغلو مزيان كناخذ العسل كنضيفو ليه. يعني العسل كيتمشى صراحه افضل انكم يعني تتعوضوا بالسكر، العسل كيبقى عنده واحد الطعم رائع. صافي وغادي ندمج العناصر كلها مع بعض حتى كينسجموا.
دابا غادي نبدا نضيف في التمر وباقي المكسرات. انا فضلت انني نخلي القرقع غير هكا كنقطعو بالسكين باش يبقى هذيك القرمشه في وسط ديال البغرير. الان مكوناتي كلها صفحات جاهزه، ها هو البغرير ديالي بعد ما يعني انتهيت من الطهي كما كيجي هكا، والحشوه ديالي كذلك كتجي رائعه وصراحه كتشهي. ما بقى الان الا نمروا نبداو في عمليه ديال التعمار والتحضير ديالها. كناخذوا مقدار ملعقه كبيره مملوءه من هذه الحشوه كنوضعوها هكا في الاسفل، بعد ذلك كنهزوا وكنبداو نضغطوا عليها هكا جيدا بالاصبع ديالنا. كما كتشوفوا يعني كيتغلق بسرعه، كنحاولوا نعاودوا نحكموه مره اخرى وناخذوا قطعه اخرى. يعني ما كتحتاجوا يعني حتى حاجه باش انكم تسدوه او تغلقوه، يعني كتعرفوا ان البغرير كيكون هكا يعني سهل انك تشكليه بالطريقه اللي بغيتي، فهكا كيسهل علينا ان كذلك نقوموا بغلقه، كيجي بحال الشكل ديال لي شوسون. صراحه الوصفه سهله ونتمنى ان شاء الله تجربوها، والضيوف العائله ديالكم اكيد غادي تحبوها. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى ننتهي من عمل الكميه كلها. الان كما كتشوفوا البغرير ديالي صباح جاهز. غادي ناخذ واحد الصينيه اللي وضعت عليها ورق الزبده، كناخذ واحد الكميه قليله من يعني مقدار ملعقه كبيره من الزبده اللي كندوبها فقط قليلا. كناخذ واحد الفرشاه كنقوم بدهن الوجه باش كيجيونا محمرين، لاننا غادي ندخلهم للفرن. نتوما بطبيعه الحال يمكن لكم انكم تقوموا يعني فقط بعملهم يعني في الزبده في مقلاه، او يمكن لكم انكم تقليوهم، فانا كنفضل صراحه انني ندخلهم للفرن. هنايا الفرن ديالي راه سخنته على درجه حراره 180، غادي ندخلهم فقط لمده 5 دقائق ونشعل عليهم غير من الفوق، يتحمر الوجه ديالهم فقط ما بين 4 الى 5 دقائق. غادي نقوم باخراجهم ونقلبهم وندهن الجهه الاخرى، ونعاود ندخلهم لمده 5 دقائق باش يتحمروا من الجهتين ونلتقيو بعد ذلك. الان هو البغرير ديالي بعد ما قمت اخراجه، كما كتشوفوا يعني حمرته من الجهتين. انا بالنسبه للزين انا هنا خديت سكر كلاصي او سكر ثقيل او سكر ناعم، قمت برشه وغادي نزينه من الفوق بالشوكولاته. يعني كيف ما كتشوفوا كيجي المنظر ديالو جميل بهذا الشكل هذا. بالنسبه يعني الفكره الثانيه، كناخذ العسل وكندهن كذلك الوجه ديالو، ويمكن لكم انكم بعد ذلك ترشوا المكسرات اللي كتحبوا، يعني بحال اللوز افيلي او القرقاع، او فقط هكا تقدموهم يعني عاديين، ثم كيبقى لكم كامل الاختيار. الان ها هما الشكل النهائي ديال الطبق ديال البغرير المعمر، كيجي بهذا الشكل هذا. صراحه انا يعني كنقول لكم انكم نتمنى انكم تجربوه، لانه فعلا كيستحقوا تجربوه، كيجي فيهم واحد المذاق جدا جدا مميز، وهكا بحد تقدموه من الضيوف ديالكم بحد يعني بحد الشكل اللي جميل. وهنايا ضروري ما نسيتش نقطع لكم واحد الوحده باش تشوفوا كيف كيجيو من الداخل، كيجيو معلكين. يعني كما كتعرفوا الجبن ملي كيتخلط مع التمر والمكسرات كيعطي واحد المذاق رائع. فكانت هذه وصفتنا لهذا اليوم، نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم وتجربوها اكيد، وتخليوا لي ترجعوا لي الاخبار، وتخليوا لي واحد لايك الى عجبتكم، شاركوا بالقناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوني، مرحبا بكم غادي تنوروني. وموقع لي الان الا نقول لكم الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله، ونخليكم مع واحد التشكيله من صور ديال الوصفات الرائعه اللي يمكن لكم تحضروها ان شاء الله للضيوف، وخاصه في الشهر الكريم اللي كيكون على الابواب. دخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة ولجميع الأمة الإسلامية. إلى اللقاء.